دكتور ناجح، يعني دعنا نتحدث عن الانسحاب الأمريكي وتأثيره على ملف الانتخابات اليوم في العراق، يعني وملف الحرب على داعش. لماذا تعتبر الأطراف الشيعية المقربة من إيران أن هذا الانسحاب نصرا لها؟ يعني شوف، هذول المقربين من ايران يعني حتى الهزيمه يعتبروها نصر. اليوم احنا يعني اذا تلاحظين اليوم داعش رجعت بقوه كبيره في كل المناطق، من جلولاء وخانقين الى الموصل الى الانبار، وهم يحتفلون ويرقصون بالنصر. على اي نصر؟ انا لا اعلم، لكن في هذه يعني اليوم الامريكان دا ينسحبون وهم يقولون يعني يعملون على جلب عوائل داعش، يعني لما الشمل لذوي داعش من الهول وغير الهول، وتجدين صمتا مطبق من الميليشيات لا يعترضون على هذا الامر، كما حدث في عام 2016 عندما اتى بهم حسن نصر الله في الباصات من عرزال الى العراق. اليوم يعني النازحين لجرف الصخر لا يسمح لهم بالعوده، لكن بسيارات الحكومة، بحماية الحكومة، بالتأمين اللوجستي لما يحتاجه عوائل داعش، اليوم يبنون لهم المخيمات والمدارس والمستوصفات الصحية، والكل صامت. داعش ورقة بيد إيران وهي التي تستفيد منها، فانسحاب الأمريكان هذه تجعل داعش أكثر قوة وأكثر تأثير فيما يخدم إيران وأتباع إيران في العراق.